طبعا يا جماعه احنا على المارينا دلوقتي في الجونه. كنا رحنا نبص على ايه اللي بيحصل في الجونه فيلم فيستيفال. الساعه دلوقتي 12 وربع. طبعا جعانين جدا، هطلب الواحد كريب شاورما. في كام عربيه اكل كده فتحت على المارينا فنجربهم يعني. وصل طبعا جعان جدا، الساعه قربت على واحده وتانية جعانة جدا برضو، بس مش مشكلة يعني. اتفضلوا معايا والله. شوية مايونيز اهو. يا جماعة. عشان تاني كانت بتقول لي ما فيش لحمة، لا في لحمة اهو تانية اهو. لذيذ. طبعا تانية يا جماعة قالت ان هي مش عايزة تاكل، مش عايزة تاكل من المكان ده، ولا مش عارفة ايه وغالي، مش عايزة اكل كريب. خدت مني سندوتش بتاكله كله. طبعا يا جماعة لسه مخلصين الاكل دلوقتي انا وتانية، ولسه جعان جدا. خلي بالك لسه جعان جدا. اروح دلوقتي على السوبر ماركت اشوف بقى نضرب لنا ايه تاني، سندوتشات ولا جبنة ولا ايه. احلى مسا عليكم يا جماعه، رايحين نكمل اكل، خليكم معانا.